بالساعة 28 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، تحياتي لكم الكل اللي حلتوا راديو توا وتابعوا فينا على موجتنا. رجعنا باش نتحدثوا على الندوة، ندوة عنوانها لسانك سوينك، من تنظيم جمعية درجة وفانا إطار جي ندوة ذي، خاطر اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للغة الأم، لكن الندوة مش كون آخر الأسبوع عن نهار السبت هذا. احنا باش ناخذوا معنا بالتليفون السيد رمزي الشريف رئيس الجمعية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، عسلامة. مرحبا بك يا سيدي. مستمعين الكل مرحبا. سي رمزي معنا اليوم باش نحكيو شويه على الندوه اللي قاعدين تحضروا لها، باش يكون النهار السبت هذايا ان شاء الله، تو تعطينا فكره وين بالضبط. انتم الجمعيه نتاعكم من 2014 قاعدين تنشطوا، لكن مازلتوا ما خديتوش التاشيره القانونيه نتاعكم، كان بعد عامين تقريبا 2016. ديما الانشطه نتاعكم معناها في المجال هذايا، نقولوا الدرجه ولهجتنا التونسيه، فما اهتمام كبير منكم انتم في المساله هذه، وترجعوا شويه للتاريخ لانه قاعده تتطور اللهجه نتاعنا، يعني مش كيما كانوا جدودنا قبل يحكيوا كيما توا هكا ولا لا. هذاك هو اللغه، هي اللغه الحيه ديما تتطور مع مع الوقت بالضبط. واحنا لغتنا تطورت عندها قرون، وهي هي هي تعطي التاريخ نتاعنا احنا الكل، معناها تاريخ البلاد موجوده في اللغه نتاعنا. واحنا دونك نخدموا على اللغه نتاعنا التونسيه ذي، نحبوا نزيد لهجتنا التونسيه. اللهجه التونسيه نحبوها احنا تولي اللغه، ونحكيوا اللي هي اللغه لخاطر نحبوا نقنوها ونحبوا نحطوا فيها الاطار نتاعها ونحبوا نشجعوها ونثمنوها. ان شاء الله باش نعملوا في الندوه هذه نتاع لكن سامحني رمزي قبل ما نحكي شويه عن الندوه، شو اللي يخليكم تهتموا معناه بلهجتنا التونسيه؟ حسيتوا اليوم معناه فما برشا ناس كيما نقولوا دخلنا الفرنسي في كلامنا برشا، سواء تقول انت في حتى في وسائل الاعلام معناها برشا واللي يحكيوا باللغه الفرنسيه، ولينا تخلينا شويه هكا على لهجتنا. هو تخلينا على لهجتنا، ما هي تقعد ديما اللهجة متاعنا هذية والتونسي متاعنا يقعد هو اللغة الأولى اللي باش نتوصلوا بها باش نحكيوا بها ونوصلوا بها المعلومة اللي نحبوها تخلط صحيحة. صحيح اللي توا واحد باش يفركس على كلام، ساعات ينجم يتكلم باللغة اللي تجي أسهل له في مخه وقت يجي باش يحكي، وذي الكل لخاطر خليناها على شراء، واحنا نحبوا نعطيوها القيمه نتاعها، ونحبوا نوريو اللي التونسي يرى فيها الثقافه نتاعه، يرى فيها التاريخ ويرى فيها كلامه. وهو وقت واحد باش يفضلك ما نجم يفضلك كان بلغته، معناها كان باش يجي يحكي نكته ولا باش يحكي ما تجي ضحكه، معناها كان كي تبدا تحكي النكته بلهجتك انت هكا، ولا وحتى كي تبدا كي يخرج من جوجيه بكلامه يخرج بالتونسي بكلامنا. وكي نحبوا حتى تو نشوفوا حتى في المسلسلات في الفيلمات في المسرح، معناها واحد ما يحس بك بالمسرحيه وبك الحكايه وكل شيء، لما ما توصل الرساله كان معناها كي يبدا اللهجه لهجتنا احنا ومفهومه اكثر. قيمتها موجوده في المجالات الكل، هي مش كان في المسرح وفي السينما، تنجم تكون في كل المجالات، ونحبوا نوريو اللي هي تنجم تكون موجوده في المجالات الكل، ونحبوا نطلعوا بها ونوصلوها الى لغه وتكون علاش ليه مكتوبه وعندها المعايير نتاعها في الكتابه. خاطر اليوم فما كتب مكتوبين بالتونسي كما قبل عبد العزيز العروي وعلي الدعاجي، واليوم فما حتى قصص ولاو يتكتبوا بالتونسي، اما ما فماش تشجيع وكل واحد يكتب كما يظهر له. احنا نحبوا الكتيبه تولي علاش اللي مقنن، ويولي فما معناها كتيبه موجوده بالتونسي، تولي التونسي مكتوب ويولي التونسي لغه معترف به ونجموا نستعملوه في المجالات الكل. هذا هو الهدف نتاعنا، ما نحبوا نخلطوا له، وهذا علاش نعملوا في الندوات ونوريو معناها نحسوا في التونسي قداش قيمته موجوده وقداش قد مخلينه على الشارع، ومخلين برشا كلام كان موجود واللي نجم نستعملوه، وفما كلام مزيان وفما الرقه هذيك كلها التونسيه لازمها تقعد موجوده. وهي فما رمزي بعض الكلمات، وانت اكيد مطلع معناها وعملت بحث كبير في لهجتنا التونسيه، اكيد فما برشا كلام عادش نستعملوه اليوم كنا قبل جدودنا متداول برشا طوالي. فما برشا كلام مشي، وفما برشا كلام تبدل. هو راهو نورمال يصير، هو باش يصير تطور في اللغه، اما فما برشا كلام خساره خليناه وما عادش نلقاوه،
وهذه ثروه معناها احنا داو اللغه كي نقولوا احنا لغه فيها برشا كلام اللي لازمنا نستحفظوا عليه لازمنا نخليه من ما يكون كان ثراء لنا احنا وهو في الاخر ما هو كان يقعد معناها تاريخنا موجود فيه والحضارات هو الهويه نتاعنا انتمائنا تراثنا تاريخنا وهي البصمه نتاعنا التونسيه وهي الرقه نتاعنا موجوده في اللغه نتاعنا لازم نحميه ونحافظ عليه هذا المطلوب منا احنا كهو به في الندوه اكيد باش تحطوا في المواضيع هذوما الكل ترجع شويه للتاريخ بالضبط. اي شنو باش تقدموا بالضبط في الندوه احنا باش نقدموا فما شكون فما لانغويست زي باحث في اللسانيات ما جيبسون باش يجي وخدم مع التونسي وباش يحكي على شنو الفرق بين لهجه ولغه ديجا واش يعطيك شنو يقرر معناها باش تكون لغه فما سي عبد الرزاق بن نور اللي هو استاذ وباش يحكي على اللغه التونسيه اللهجه التونسيه في عام في القرن 15 كيفاش كانت مكتوبه ولقاو فما معناها يحكي حتى على التواريخ نتاع برشا كلام نتاعنا من جاي وشنو الاصول نتاعو عندنا دكتور ليليا بلطيف اللي تحكي هي رئيسه جمعيه اشاره وتخدم على زاد كيف كيف الاشارات فما لغه الاشارات وتحب تعمل قاعدين يخدموا على اللغه التونسيه للاشارات وكما باش يجي طاهر الفازع باش يحكي لنا على اضمار التونسي اللي باش نشوفوا فيه الجو التونسي نتاعنا وفما نقشه زمنيه من عند هشام درويش وباش يجي المبدع محمد ادريس باش يحضر معنا زاده وباش نعملوا طاوله مستديره باش نحكيوا باش نحاولوا نعملوا نقاش على حكايات هذوما الكل واللي دافع واللي حكى على انه لغتنا التونسيه يلزمها ترتقي ويلزمها تاخذ القيمه نتاعها اللي تستحقها في بلادنا. لازم تسترجع قيمتها خاطر كان عندها قيمه كبيره توا مع الوقت تحسها بدات بشويه واحنا هذا هو الاصل نتاع خدمتنا الكل نحبوا لغتنا تاخذ القيمه نتاعها وتاخذ بلاصتها اللي تستحقها. في بلادنا وفي في 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 ثقافتنا وفي في المجالات الكل تنجم تكون موجوده ونجم نكون نستعملوها. باش تكون هذه الكل محاضرات معناها ونقاش وحوار مفتوح مع هذه ما عندكمش نشاط اخر مثلا معرض ولا فما باش نعملوا باش نعرضوا الكتب التونسيه اللي موجودين عندنا مكتبه صغيره نتاعنا اللي فيها الكتب التونسيه اللي مكتوبين بالتونسي من قبل حتى لتوا وباش نحطوا باش نعملوا باش نعطيوا جوائز لاحسن كتب تكتبوا عام 2018 ثم باش نعملوا مسابقه.